مرحبا. حملة أبناء صوفي هي حملة أطلقتها جمعية رسائل خيرية لرعاية أطفال التوحد وصعوبات التعلم لمساعدة 18 أسرة بتغطية تكاليف علاج أبنائهم المصابين بالتوحد. أطفال التوحد هم أكثر المتضررين في الشهرين هذول بسبب جائحة كورونا، لأنه طبيعة علاجهم تعتمد على جلسات وكثافة الجلسات والاستمرارية في هذه الجلسات. انقطعت هذه الجلسات، وكل يوم كان ما يقضي فيه جلساته تهديد لعمل أشهر معهم. فيا ريت تكونوا معنا في حملة أطفال صوفي، واللي إحنا بنهدف هدفها إنساني أكثر حتى نساعد هؤلاء الأسر، حتى نساعد هؤلاء الأطفال إنهم يتلقوا علاجهم على أكمل وجه خلال الفترة الجاية. فكونوا معنا في حملة أبناء صوفي، وشكرا لكم.